في الأول من سبتمبر 1939، اليوم الأول من الحرب في أوروبا، أصدر الرئيس فرانكلين روزفلت التماساً عاجلاً. طلب من كل الأطراف المتحاربة ألا تقوم بقصف السكان المدنيين من الجو. حين هزم هتلر أخيراً بعد 6 سنوات، كانت قنابل الحلفاء قد قتلت ما يقدر عددهم ب800,000 مدني، وكانت مدن العدو والمبادئ الأمريكية الأولية في حالة دمار. وصلت القوة الجوية 8 التابعة للولايات المتحدة إلى بريطانيا بثقة عالية. اعتقد الأمريكيون أن القوة الجوية أحدثت ثورة في الحرب الحديثة، وأن أسطولهم الجديد من قاذفات القنابل الثقيلة التي تقودها طواقم أمريكية مدربة جيداً سيكون حاسماً ضد النازيين الذين لم يكن بالإمكان إيقافهم حينئذ. في 17 من أغسطس 1942، في معركتهم الأولى في الحرب، انطلق أسطول صغير من القاذفات الأمريكية لقصف ساحة سكك حديدية على بعد 325 كيلومتراً في فرنسا المحتلة. سيكون أول اختبار في المعركة الاستراتيجية القصف الأمريكية في أوروبا استهداف الأهداف العسكرية والصناعية بدقة مع تجنب السكان المدنيين. كانت القاذفات الخاصة حصون B-17 الطائرة محملة بالرشاشات. حلق الأمريكيون في ضوء النهار رغم المخاطر لتمكين المدفعيين المزودين بمواجهات متطورة من التسديد بدقة لا سابق لها. تضررت ساحة السكك الحديدية على نحو شديد، عادت كل طائرات B-17 سالمة، واعتبر الأمريكيون مهمتهم الأولى ناجحة. اليوم لأول مرة تشارك القاذفات الأمريكية الثقيلة في مسرح العمليات هذا بطواقم وأسراب طائرات أمريكية. كان الجنرال كارل سباتس الطيار منذ الحرب العالمية الأولى قائد القوات الجوية الأمريكية كلها في بريطانيا. ساعد بين الحربين في تطوير نظرية القصف الدقيق. الجنرال إيكر قائد القاذفات التي تقود عملية الطيران. تم تكليف الجنرال آيرا إيكر بتطبيق النظرية، مقتنعا بأن حملة القصف التي سيشنها ستجعل ألمانيا المحاربة تركع. طور الأمريكيون نظرية في الثلاثينيات من القرن العشرين تتعلق بإيجاد عقد في الاقتصاد الحربي للعدو والتخلص منها، إزالتها، وبهذا يدمرون كل الاقتصاد الحربي للعدو. آمن معظم القادة ومعظم أفراد السلاح الجوي بحماسة بمبدأ القصف الدقيق، اعتقدوا حقا أن ما يفعلونه كان الطريقة المثلى لخوض حرب. بعد المهمة الأمريكية الأولى، أعلن الصحفيون الأمريكيون الذين حضروا شرح الجنرال إيكر نصرا عظيما، ولكن حلفائهم البريطانيين لم تبهرهم القاذفات الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية. ينظر البريطانيون إلى هذا بعين مشككة، لأنهم يفكرون أولاً هذا جهد بسيط، ثانياً تفعلون أشياء حاولنا فعلها ولم نستطع، تكررون أخطاءنا. وكما فعل روزفلت، فقد اعتبر رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل ذات مرة الأهداف المدنية خارج الحدود وناصر القصف الدقيق. كرر تشرشل بين الحربين بشكل رسمي أنه يعتقد أن القوة الجوية التي تركز بدقة على الأهداف العسكرية دون المدنيين ستكون الجانب الذي لا يستحق الفوز وحسب، بل الذي سيفوز حين تأتي الحرب. في أيام الحرب الأولى قصف الألمان المدنيين في وارسو وفي روتردام، ثم في عام 1940 ضربوا بريطانيا. حين حلقت بعض القاذفات الألمانية خارج مسارها ليلاً في أواخر أغسطس من عام 1940 وهاجمت جزءاً من لندن، اعتبر تشرشل هذه فرصة للرد بالأسلوب ذاته على برلين. غضب هتلر جداً من ذلك فرد بالهجوم على لندن.
نقل هذا الحرب إلى مرحلة جديدة، نقل الحرب إلى قصف المدن والهجوم عليها ومهاجمة المدنيين. كان الهدف الاستراتيجي من الهجوم على لندن تدمير المعسكرات ومرفئها، ولكن إن قرأتم التعليقات التي كتبها جوزيف غوبلز في مذكراته، لم يكتب تبا لقد ضلت القنابل طريقها وأصابت المدنيين، لا، لقد ابتهج. قال هتلر: اهجموا على المرافق فتهجم القنبلة على المدينة. ويقول غوبلز: حسنا، لنشعل الجحيم. وهكذا تعلم القنبلة القاذفة ماذا تفعل. المقدم الطيار آرثر هاريس الذي ترأس قيادة القاذفات في السلاح الجوي الملكي في عام 1942 تعلم دروس القنابل جيداً، درس هجمات النازيين على بريطانيا، وحلل بدقة الأضرار التي ألحقتها القنابل المتفجرة والحارقة. العمل القاتل سيقابل بعمل من نوعه. كان السلاح الجوي الملكي قد حاول مبدئياً قصف أهداف عسكرية ألمانية نهاراً، إلى أن أرغمتهم الخسائر التي لا يمكن تحملها والنتائج الضعيفة على التغيير. أصر هاريس حينها على أن الطريقة الوحيدة لإلحاق أقصى الأضرار بالعدو هي بقصف المدن الألمانية التي تسهل إصابتها تحت جنح الظلام. خالفه الأمريكيون الرأي بقوة. حسب قادة سلاح الجو لم يكن قصف المدن فعالاً، كان استخداماً خاطئاً لقوتنا الجوية. شعرنا بأن لدينا أسلحة أفضل مما لدى البريطانيين، كطائرات B-17 وB-24. كانت لدينا مواجهات قنابل أفضل وتدريبنا أفضل. كان بوسعنا فعل هذا، كنا نستطيع. اختار قادة الحلفاء الذين اجتمعوا في يناير من عام 1943 أن يدمجوا الاستراتيجيتين الأمريكية والبريطانية. أمر هاريس وأيكر بتنسيق هجوم بالقنابل على مدار الساعة. لإضعاف الروح المعنوية للشعب الألماني إلى درجة إضعاف قدرتهم على المقاومة المسلحة إلى حد قاتل، سيركز البريطانيون على قصف المدن ليلاً، وسيبذل الأمريكيون قصارى جهدهم لإنجاز التدمير التصاعدي للنظام الألماني العسكري والصناعي والاقتصادي بالقصف نهاراً. حدد السلاحان الجويان هدفهما في هامبورغ، مركز صناعة سفن على نهر ألب. كان هدف الأمريكيين مهاجمة عناصر اقتصاد الحرب الألماني التي كانت تقع في هامبورغ، أما البريطانيون لأنهم أرادوا إسقاطها كمدينة. كان هناك سبب آخر لاختيارهم لهامبورغ، كانت قريبة، على مسافة قصيرة عبر بحر الشمال، فلم تكن هدفا مهما وحسب، بل هدفا مريحا جدا. كانت هامبورغ أكبر ميناء في ألمانيا وثانية أكبر مدينة في البلد، وبتعداد سكان بلغ 2 مليون نسمة. كان رالف جوردانو واحدا منهم. كانت هامبورغ عشي، موطني، قضيت فيها طفولة رائعة وخالية من الهموم، وكان لدي حس عميق بالانتماء إلى المدينة إلى أن بلغت 10 ووصل هتلر إلى السلطة. أذكر مجيء هتلر إلى هامبورغ لتدشين سفينة حربية في أحواض بناء السفن بلوم أند فوش. لم أكن أقف في الصف الأمامي، ولكني أذكر بوضوح الناس المهللين. كان حوض بناء السفن ذاته ينتج الغواصات التي كانت تدمر سفن الحلفاء في الأطلسي، وكانت مراكز تصنيع مهمة لصناعة الطائرات الألمانية قريبة. كانت هامبورغ واضحة المعالم بشكل استثنائي. وفرت ملاجئ ضد الغارات الجوية، والتي كان بعضها في أبراج أسمنتية مصفحة بشكل هائل الحماية لحوالي 250,000 شخص. كان بإمكان المدافع المضادة للطائرات أن تطلق قذائف إلى مسافة 6 كيلومترات في الجو.
وخارج المدينة كانت تتوزع قواعد التصدي على طول بحر الشمال، وتوجد فيها طائرات ميسرشميت 109 المقاتلة على أهبة الاستعداد دوماً. كان التحدي الذي يواجه الحلفاء تجنب هذه الدفاعات الرهيبة التي تتحكم بها سلسلة من محطات الإنذار المبكر الرادارية. في يوم السبت 24 من يوليو استعدت 792 قاذفة من السلاح الجوي الملكي لهجوم ليلي على هامبورغ. كانت كل طائرة محملة بأطنان من المتفجرات القوية والقنابل الحارقة. كان الهجوم الأول في سلسلة من الهجمات ستستمر لأكثر من أسبوع. أطلق على العملية اسم غومورا. كانت عملية معقدة جداً، جعلت 700 أو 800 قاذفة تحلق دون حدوث أي اصطدامات. كانت تقلع واحدة تلو الأخرى من كل مطار على طول الساحل البريطاني. اجتمعت تدريجياً فوق بحر الشمال في تيار قاذفات طويل جداً. في تلك الليلة وللمرة الأولى استخدموا سلاحاً سرياً جديداً. كان مهندس الطيران يخرج هذه الشرائط الفضية من الرقائق المعدنية التي ستظهر على رادار الألمان كنقطة واحدة، وبهذا يبطلون الدفاعات الألمانية تماماً. بين الساعتين 1:02 صباحاً تم إنزال أكثر من 2000 طن من القنابل شديدة الانفجار وأكثر من 350 قنبلة حارقة على الجانب الغربي للمدينة. كان رالف جوردانو في الملجأ. بدا الناس مشلولين، لم يتحرك أي شيء. ظن الجميع أنه موعد إطفاء الأضواء في غضون ثوان. انهمرت القنابل وكانت هناك ضجة رهيبة. إن سمعتم الضجة فهذا يعني أن القنبلة أصابت شخصا آخر. القنابل التي تصيبكم هي التي لا تسمعونها مسبقا. ثم في عصر ذلك اليوم جاء الأمريكيون. العشرات من طائرات B-17 تطير في وضح النهار. بعد أن أصبح الأسطول في الجو تجمع في تشكيلات صندوقية ليدافع عن نفسه ضد مقاتلات العدو. كان هاري كروزبي الذي تخرج من الكلية في آيوا مؤخراً طياراً رئيساً. كان الجزء الأصعب هو ترتيبها كلها، لأننا كنا حين نطير نتبع الطاقم الرئيس وهو أنا، وإن لم أجد الهدف فسيضيع عمل مليون أمريكي. كان أمام الأمريكيين عمل أصعب بكثير من عمل البريطانيين. أولاً لم يقوموا بالقصف تحت جنح الظلام، لم تكن لديهم منافع جهاز تعطيل الرادار الجديد ذاك. لذلك حالما اقتربوا من المجال الجوي الألماني هاجمتهم المقاتلات الألمانية في لحظة. أحدثت المقاتلات النازية نصيبها من الأضرار ثم غادرت حين اقتربت القاذفات من المدينة. حينها واجه الأمريكيون تهديداً أكثر إثارة للخوف، المدافع العملاقة المضادة للطائرات التي تطلق النار عليهم من الأسفل. حين كانوا يطلقون النار كان يجب المراوغة، لكن هذا لم يكن ممكناً، يجب المتابعة. حين وصلوا فوق هامبورغ كانت المدينة مغطاة بالدخان، لم يتمكنوا من رؤية أي شيء، فكيف بأهدافهم؟ ثم وبمعجزة ظهرت ثغرة وتمكنوا من رؤية أحواض بناء السفن بلوم أند فوس. تضرر حوض بناء السفن الرئيس في هامبورغ بشكل كبير، بالإضافة إلى مصنع محركات طائرات ومحطة كهربائية. أهداف عسكرية أصبحت بلا فائدة تقريباً نتيجة للقصف الدقيق الأمريكي.
في الليلة الرابعة عاد سلاح الجوي الملكي مع المزيد من القنابل الحارقة. كان بيل ماكراي ذو 22 عاماً أحد الطيارين. كانت تلك هي الغارة الكبيرة، غارة عاصفة النار. كنا نرى النيران من على بعد ساعة من هامبورغ، ولكن حين اقتربنا رأينا برجاً عموداً من الدخان يصل لارتفاع 6 كيلومترات. كان أشبه ببركان ناشط. كان كل شيء يفرقع، النيران فرقعت. في غضون فترة قصيرة كانت رائحة الاحتراق قوية جدا، بحيث كان المرء يضطر إلى مغادرة القبو. كان كل شيء يحترق، جحيم لا يمكن لإنسان تخيله. كان كل شيء مشتعلا، وكانت القنابل تنهمر باستمرار. رأيت عدداً لا يحصى من البشر، الأموات المحترقين، أناساً احترقوا وخبزوا كرغيف خبز. حين انتهت العملية غومورا أخيراً، كانت قد شنت 4 هجمات بريطانية على المدينة وغارتان أمريكيتان على الميناء. قتل 45,000 شخص ودمر أكثر من نصف المدينة. نتيجة عاصفة النار هرب حوالي 1,000,000 لاجئ من هامبورغ حاملين قصص أفظع رعب شهدوه. سبب هذا ذعراً في أنحاء ألمانيا لا يشبه أي شيء شهدوه من قبل. وصل الذعر إلى أعلى أنساق الرايخ الثالث. رفض هتلر زيارة المدينة المدمرة وأرسل عوضاً عنه قائد سلاح الجوي الألماني هيرمان غورينغ. حذر وزيره المسؤول عن القوات الحربية من أن سلسلة من هجمات الحلفاء ستوقف الإنتاج الحربي الألماني تماماً. اعتقد كثيرون أن الألمان سيجبرون على الاستسلام. كانت المؤسسة البريطانية متأكدة أن الحالة ستكون كذلك. كان هناك تدفق في المذكرات التي تشير إلى أن هناك احتمالاً بانتهاء الحرب. لن تنتهي الحرب قبل عيد الميلاد، بل هي أبعد ما تكون من ذلك. في أعقاب الهجمات على هامبورغ، بقي القادة الأمريكيون والبريطانيون ملتزمين باستراتيجياتهم المختلفة جداً. استمر الجنرال الأمريكي آيرا إيكر في التجديد على الهجمات الدقيقة على أهداف صناعية، وساند المقدم الطيار البريطاني هارس قصف المدن. وكانت المدينة التي يركز عليها هي مركز ورمز القوة النازية، برلين. كانت برلين عدوة هارس، سمح لنفسه بأن يصبح مهووساً بها. أقنع نفسه أنه إن شن 4,000 هجوم بقاذفات لانكستر على برلين فسيهزم ألمانيا، سيجعلها تستسلم قبل الأول من إبريل عام 1944. حدد موعداً واضحاً، قال في مذكرة أخرى إن الهجوم على برلين قد يكلف قيادة القاذفات 400 أو 500 طائرة، ولكنه سيكلف ألمانيا الحرب. على مدى 5 شهور أرسل رئيس قيادة القاذفات طائراته في 19 هجوماً شاملاً على عاصمة النازية. 800 قاذفة في مهمة واحدة، حوالي 11,000 غارة قصف. قتل في المدينة تحتهم أكثر من 10,000 مدني، وتشرد 100,000. تم إلحاق كل هذا الألم ببرلين أملاً في أن يثور الألمان ضد هتلر. رغم القصف المتواصل، بقيت قبضة النازيين على برلين قوية. لكن السلاح الجوي الملكي تلقى عقاباً كبيراً. أسقطت أكثر من 600 طائرة وقتل أكثر من 2,700 طيار.
كل هذا من دون تأثير واضح على الروح المعنوية أو الإنتاجية الألمانية. وسط حملة هارس لقصف المدن، كان أفراد السلاح الجوي الأمريكي يستعدون لاختبار مهم لاستراتيجيتهم. في صباح 17 من أغسطس 1943 تم تزويد طياري الجنرال أيكر بمعلومات مهمتهم. هدفهم الرئيس مصانع الكريات مانعة الاحتكاك في مدينة شفاينفورت في جنوب ألمانيا. بلورت شفاينفورت النظرية الأمريكية كلها، توجد هنا الكريات المانعة للاحتكاك الضرورية في كل الصناعات تقريبا في تشغيل الاقتصاد الصناعي الحديث. تحتاجون إلى الكريات المانعة للاحتكاك في كل شيء، هذا أحد الأهداف التي تشكل عائقا، إن دمرتموها فبدونها تبدأ الصناعة بالانهيار. كانوا يطيرون إلى أعماق ألمانيا من دون مرافقة مقاتلات، ولأنهم كانوا مضطرين إلى التحليق فوق منطقة معادية لمدة طويلة كان بالإمكان تعقبهم واعتراضهم. هاجمت المئات من مقاتلات السلاح الجوي الألماني طائرات B-17 غير المرافقة. هذه المعارك الجوية شرسة جداً، يذهبون إلى هناك عورات كما هو الحال، الطائرة غير مكيفة الضغط لذلك يرتدون قناعاً والبرد شديد، تصل الحرارة إلى 60 تحت الصفر لأن النوافذ الخلفية هي مداخل أسلحة وهي مفتوحة ليدخلها الهواء. الألمان يحلقون فوق موطنهم، يمكنهم الهبوط وإعادة التزود بسلاح والوقود ويحلقون مجدداً، يدمرونهم طوال الطريق. كانت الفرق التي اجتازت المقاتلات لا تزال في خطر شديد، ولأجل القصف بدقة كان عليهم الاقتراب من الهدف وهم يحلقون بشكل مستقيم ومستو عبر النيران المضادة للطائرات. لم يكن بوسعهم المراوغة إلا بعد إسقاط حمولتهم المتفجرة. حتى بعد إسقاط القنابل وجدت الفرق الأمريكية العائدة من شفاينفورت نفسها تحت نيران مقاتلات العدو المدمرة. وهي كارثة. قال أحد الرجال في الطائرات إنه نظر إلى الأرض وقال: يا إلهي، هناك كومات قش تحترق على الأرض. كانت طائرة B-17. خسروا 60 قاذفة، أي 600 رجل. كان أكبر عدد من الأمريكيين الذين سقطوا في مهمة واحدة حتى تلك المرحلة. ضربة قوية للقوة الجوية الثامنة. رغم الخسائر أرسل إيكر رجاله في المهمة الخطرة ذاتها بعد شهرين. عادوا إلى شفاينفورت في أكتوبر من عام 1943 وفي تلك الغارة كانت الخسائر مدمرة. تم إسقاط 60 قاذفة أخرى وتضررت 138 قاذفة. لا يمكن احتمال مستويات الخسائر تلك في أي فترة مع الاستمرار في الهجوم. 77% من الرجال الذين طاروا في الشهور الأولى أصيبوا، احتمال النجاة 1 من 4. يخرجون ويعودون ويكون جزء من الفريق مفقوداً وجزء من الطائرة مفقوداً. كان هذا صعباً جداً بالنسبة إلى الشبان. كنت خائفاً ولكني كنت مضطراً للقيام بذلك، وبالطبع كان أسوأ جزء هو النهوض في اليوم التالي وتكرار الأمر. يعود أفراد الفرق وينظرون إلى أسرة فارغة كان أصدقاؤهم فيها الليلة الماضية ليسوا هناك، قد يكونون أحياء في معتقل في مكان ما أو قد يكونون أمواتاً ولكنهم ليسوا هناك. بدأ الرجال يشعرون أنهم فئران تجارب في تجربة ليست ناجحة. لا يمكن لأي سلاح جوي أن يحتمل إصابات تبلغ 20% في كل مهمة،
كان هناك شعور متزايد بالكآبة بأنهم لن يتمكنوا من الانتصار في الحرب بهذا السلاح الجوي، وأنها أصبحت مكلفة وخطرة جدا. في مسرح العمليات الأوروبي بقي إيكر مصمما ولم يغير استراتيجيته. أصر على أن القصف الدقيق الذي تقوم به طائرات بي 17 غير المرافقة يمكنه القيام بالعمل. إنه عنيد على نحو رهيب، لا يتراجع عن تفكيره، عن معتقداته، كما يجب أن أقول هذا الأمر لن ينجح. القاذفات غير المرافقة لا يمكنها الوصول إلى وسط الرايخ وإلحاق أضرار بالغة دون وقوع خسائر لا تحتمل. حافظ على اعتقاده بعناد إلى أن أعفي من القيادة. في يناير من عام 1944 استبدل إيكر بطيار أسطوري، العميد جيمي دوليتل. يجب أن يستمر الجهد الاستراتيجي، وكلما تم تنفيذ الجهد الاستراتيجي بشكل أفضل كانت الحرب أقصر وانخفض عدد من يموت من رجالنا. جيمي دوليتل قائد حربي ذو جاذبية، أول رجل قصف طوكيو، روما وبرلين. لديه طائرته المقاتلة الخاصة التي يحلق بها في السماء فوق القوة الجوية الثامنة. إنه شخصية كبيرة. تضمنت ترسانة دوليتل مقاتلة طويلة الأمد رشيقة وجديدة بي 51 ماستانج. الآن يمكن حماية القاذفات للمرة الأولى في عمق ألمانيا وأثناء عودتها. سيتبين أن طائرات ماستانج حاسمة، بينما تعد قوات دوليتل الجو لأجل غزو الحلفاء البري المتوقع والمحدد في الربيع، يوم البدء. كان القلق الأكبر لدى قادة الحلفاء قبل يوم بدء العملية هو ضمان أنهم يمتلكون التفوق الجوي المطلق فوق شمال غرب فرنسا. ولتحقيق هذا شرعوا بمهاجمة مصانع الطائرات الألمانية لأول مرة بمرافقة مقاتلة موستينغ طويلة الأمد. الاستراتيجية الآن هي جذب السلاح الجوي الألماني بضرب أشياء مثل مصانع الطائرات التي يريد هتلر حمايتها، فيرسل قوته وتقضي عليها طائرات موستانغ. بالإضافة إلى ذلك، عند العودة من المهمات يمكن القيام بالرمي والتحليق المنخفض وقصف المطارات الألمانية وتدمير الطائرات الألمانية على الأرض. كانت النتيجة بالنسبة للأمريكيين تغييراً كبيراً عن الكوارث في شفاينفورت. دمرت القوة الجوية الثامنة العشرات من طائرات العدو في مارس 1944. ستؤتي إنجازاتها ثمارها بعد 3 أشهر على سواحل نورماندي. تم الإنزال في يوم بدء العملية من دون تدخل من الجو. لم يظهر السلاح الجوي الألماني في أي مكان. كان الإنجاز الكبير الأول للقصف الاستراتيجي. كنا ندمر مصانع هياكل الطائرات، أجل دمرنا بعض مصانع الكريات المانعة للاحتكاك، لكن حين تفكرون في الأمر فهذا حدث غير العالم يوم البدء. الأمر ليس ممكناً، لم يكن ممكناً دون ما فعلته القوة الجوية الثانية. بالنسبة إلى قادة الحلفاء كان وقتاً حاسماً. بوجود الاستراتيجية المناسبة يمكن أن تكون نهاية الحرب في أوروبا قريبة المنال. كان هناك حماس كبير لحقيقة أن ألمانيا قد تكون على شفا الهاوية وعلى وشك الانهيار، وهكذا كانت الأفكار تتطور لأجل هجوم رئيسي على مدينة برلين تصيب الألمان بصدمة فيستسلمون. في صيف 1944 اقترح البريطانيون عملية هزيم الرعد، التدمير الكلي لوسط برلين. بدت هزيم الرعد كريهة بالنسبة إلى عدد من القادة الجويين الأمريكيين، لأنها بدت كقصف إرهابي. في رسالة إلى قائد الحلفاء الأعلى الجنرال دوايت دي آيزنهاور، عبر سباتس عن اعتراضاته. سياسة القصف الأمريكية موجهة كما تعلم ضد الأهداف العسكرية الدقيقة للروح المعنوية. أعترض على هذه العملية كما خطط لها الآن. تم تأجيل الخطة،
وجعلها الاختلاف بين الحلفاء موضوعا للنقاش. ولكن آيزنهاور أوضح أن السلاح الجوي الأمريكي يجب أن يكون مستعدا للمشاركة في أي شيء يعد جديا بإنهاء الحرب بسرعة. في خريف 1944 سعى المخططون الأمريكيون لتعجيل انهيار ألمانيا بقصف أهداف اعتبرتها استخبارات الحلفاء الأكثر أهمية في تلك المرحلة من الحرب. لحرمان آلة الحرب النازية من قوام حياتها، حددت القاذفات الأمريكية منشآت الزيت الاصطناعي المنتشرة في الريف هدفا لها. ولتعطيل الاقتصاد النازي المتعثر استهدفوا ساحات تجميع سكك حديدية رئيسة. على الألمان تجميع هذه القطارات العملاقة ذوات آلاف العربات في أماكن تدعى ساحات التجميع. يوجد هذا التجمع الهائل للقوة الاقتصادية في ساحات التجميع تلك، ساحات التجميع المركزية هذه. اضربوها، لكنها داخل المدن أو قريبة منها. كانت ساحات التجميع غالباً قرب مساكن العمال حين كانت الرؤية ضعيفة، وكان الأمريكيون يضطرون إلى الاعتماد على رادارهم البدائي المعروف باسم H2X. كان لا يمكن تجنب وقوع إصابات بين المدنيين. لا يسمح H2X بالقصف الدقيق، قد يسمح بالعثور على منطقة وقصف منطقة، ولكن هذا كل شيء. يكون لدى المرء حدث بشأن موقع الهدف، يقصف أو لا يقصف. لقد قصفوا، لم يكن هناك شك بشأن إيقاف القصف. أصبحت قضية أخلاقية، لأنهم إن استمروا في القصف هكذا فهم يصيبون الكثير من الأهداف المدنية، المنازل، وهناك الكثير من الأضرار غير المباشرة. لذلك فهم يقتربون أكثر من مفهوم قصف المناطق البريطانية. سبب قصف الحلفاء أضراراً بالغة، لكن الألمان رفضوا الاستسلام. في نهاية عام 1944 حل الإحباط المكبوت محل الآمال بانتهاء الحرب سريعاً. منعت المقاومة النازية الحلفاء من العبور إلى ألمانيا. بقي الروس متورطين في بولندا التي احتلها النازيون. حتى الجيش الألماني المستنزف على نحو سيء بقي خصماً مرعباً. كانت القوة الدفاعية الألمانية القوة المحاربة الأكثر فظاعة وقسوة وحيوية على أي أرض معركة. كانت القوة الدفاعية الألمانية قد بدأت عملية مضادة للهجوم شاملة وغير متوقعة، معركة النتوء، والتي حصدت من حياة الأمريكيين أكثر من أي معركة أخرى في الحرب. كانوا قد أطلقوا أسلحة الرعب الجوية الخاصة بهم، صواريخ V1 وV2 التي أمطرت دماراً على لندن. كانوا قد صدموا قوات الحلفاء الجوية بالظهور المفاجئ لأول طائرة مقاتلة نفاثة في العالم، ميسرشميت 262. كانت هناك مخاوف من أن لدى هتلر مفاجأة أخرى وقد تكون كبيرة لتقلب الأمور. بدأ التشاؤم بالتسلل إلى القيادة العليا للحلفاء. بدأوا يعتقدون أن الحرب قد تطول إلى صيف وشتاء 1945، وهذا مسار مخيف للأحداث. يجب أن يكون التركيز على اليابان، يجب أن نقضي على الألمان. كانت هناك فكرة عدو لا يستطيعون فهمه، عدو مهزوم ولكنه يرفض الاستسلام. كان هناك ضغط كثيف صادر من أعلى مستويات القيادة لإنهاء الحرب في أوروبا. حتى روزفلت الذي شجب في السابق قصف المدنيين علنياً أصبح الآن مستعداً لقبول القصف الجوي الغزير. ما فعله مخططو الحلفاء في تلك اللحظة الحاسمة في ديسمبر ويناير من عامي 1944 و45 هو النظر حولهم والقول: ما هي الأدوات المتوفرة لدينا لإنهاء هذه الحرب؟ وأدركوا أنه إن كانت الحرب ستنتهي فيجب على الهجوم الشتوي السوفيتي أن يحرز تقدماً. في يناير من ذلك العام وبدعم من آيزنهاور أنعش سباتس عملية هزيم الرعد.
الهجوم الأقصى على الروح المعنوية الألمانية الذي عارضه بشدة ذات مرة. في هذه المرة سيشمل هجمات على محاور نقل في ليبزيغ ودريسدن للضغط على الدفاعات الألمانية على الجبهة الروسية، ولكن مركز العملية سيكون هجوماً جوياً كبيراً على برلين يعكس سنوات من سياسة الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا. قيل لدوليتل إنه سيقصف مدينة برلين، هذه لغة مختلفة، يشعر بعدم الارتياح، ليس مرتاحاً لاعتبار مدينة كاملة هدفاً. احتج لسباتس وقال ليس هذا ما نفعله، نهاجم مواقع محددة داخل المدينة، قد نهاجم مدنا ولكننا نبحث عن ساحات تجمع، نبحث عن مصانع، نبحث عن مواقع محددة ضمنها. وقال سباتس لا، في هذه الغارة يجب أن نقصف مركز المدينة، هذا هجوم على مركز برلين. أرسل دولة المذكرة شديدة اللهجة إلى ضابطه الآمر، كتب لسباتس أن هجوم برلين سينتهك المبدأ الأمريكي الأساسي في القصف الدقيق لأهداف ذات أهمية عسكرية حصراً. لم يتأثر سباتس، وستستمر عملية هزيم الرعد الهجوم الأقصى على برلين كما خطط لها. غارة هزيم الرعد مهمة لأنها تحدد بوضوح لحظة قال سلاح الجو الأمريكي أجل سندمر مدينة، وهذا من الأشياء التي أزعجت دوليتل، لأنه قال أننا نبتعد تماما عن كل ما يجعلنا فريدين وأكثر إنسانية، لكنه نفذ أوامره وقام بالعملية. ويمكننا القول حين نفعل أمرا مرة يصبح فعله مرة أخرى أسهل. في 3 فبراير 1945 تم تزويد طواقم 1003 قاذفات بالمعلومات لأجل أكبر مهمة جوية أمريكية في الحرب، هجوم على برلين ذات 3 ملايين نسمة. كان سام هالبرت ملاحا مع مجموعة القاذفة 91. تم تزويدنا بالمعلومات للذهاب إلى برلين، كانت خريطة شمال أوروبا هناك وكان عليها شريط يحدد مسارنا. رغم أن الهدف الذي حدده سباتس كان مدينة برلين، فقد بذل دوليتل قصارى جهده لإعطاء نقاط تسديد ذات قيمة عسكرية واضحة للطواقم، محطات قطارات، ساحات تجميع، ووزارة الجو التي يرأسها غورينغ قرب ملجأ هتلر المحصن. اتجهت القاذفات ومرافقاتها شرقاً. كان سلاح الجو الألماني حينها منهكا، ولكن كان لا يزال لديه عدد جيد من الطائرات في الخدمة. بدأوا بإرسال طائرات نفاثة لمواجهتنا. بعد الطيران لعدة ساعات اقتربت الأسراب من هدفها. هورست سينسكي عمره 15 عاما، متدرب في مصنع قطع طائرات، درس الأجواء في برلين. رأينا أول خطوط الهجوم وظننا أنها لن تنتهي. كان بإمكانكم أن تنظروا فوق السطوح وتروا برج فريجيكشاين المضاد للطائرات. حين تم توجيه المدافع إلى الأعلى عرفنا أن ثمة هجوما على بعد 30 أو 40 دقيقة. حين اقتربنا من الهدف بدأنا نرى انفجارات مضادة للطائرات تظهر. كلما اقتربنا أكثر كانت النيران المضادة للطائرات أكثر، وكان على الطيارين تجاهل ذلك والاتجاه نحوه مباشرة، بينما كان كل جزء من أجسامهم يخبرهم استديروا بهذه الطائرات واخرجوا من هنا. لا أعرف ماذا يشعر الإوز حين يطلق الصيادون النيران عليه وهو يطير فوق بركة. ما أبقيته في ذهني هو أن الكثير من الإوز يصاب، ولكن معظم الإوز ينجو. سمعت المدافع المضادة للطائرات وقررت الركض. كنت أعرف أنه حين يجري هجوم مباشر لن تبقى أبواب الملجأ المضاد للغارات الجوية مفتوحة، كنت أعرف ذلك. وحين وصلت إليه كانت الأبواب مغلقة بالفعل. ركضت إلى منزل قريب وسمحوا لي بالدخول.
تم إسقاط 21 قاذفة ثقيلة فوق برلين في ذلك اليوم، ولكنها كانت جزءا صغيرا من الأسطول الأمريكي الكبير الذي ينزل الدمار من الأعلى. ضربت قنبلة شديدة الانفجار في الخارج مباشرة، وطمرت الغرفة تحت متر من الركام. كان يوجد في الأعلى كيس فكة نقود لطفل وقطعة قماش صغيرة، فكرنا أنه لابد من أن شخصا قد دفن، ولكننا لم نجد أحدا. كانت المدينة ساكنة جدا بعد تلك الهجمات. أخذ سجناء معسكر الاعتقال طريق الموتى. أخرج هؤلاء الناس الجثث بسرعة ورموها على الأنقاض، وارتفعت الكومة أكثر وأكثر، وفي النهاية بلغ ارتفاعها مترين. كانوا يلقون عليها وحسب. في 3 فبراير قتلت الغارة حوالي 3000 مدني، وفقد 120,000 ألماني منازلهم. ولكن بالنسبة لبعض المؤرخين لهذا الهجوم على برلين، دلالة تتجاوز عدد الضحايا. بهذه الغارة عبرت القوة الجوية 8 عتبة أخلاقية. العتبة الأخلاقية هي أننا لن نقصف المدنيين عمداً. الحد الأخلاقي للمؤرخين هو عادة غارة طوكيو التي حدثت في الشهر التالي، حيث أحرقنا المدينة وقتلنا حوالي 100,000 شخص. أعتقد أن عبورنا للحد الأخلاقي في برلين جعل كل شيء آخر بما في ذلك القنبلة الذرية أكثر سهولة. استعرت الحرب في ألمانيا لثلاثة شهور عنيفة أخرى، شهور شهدت دمار مدينة دريسدن في عاصفة نارية قبل 10 أيام من إحراق القاذفات الأمريكية لطوكيو. إنها شهور شهدت موت 200,000 جندي روسي في الهجوم الأخير على برلين، هجوم جعله قصف الحلفاء ممكنا إلى حد ليس بالقليل. في النهاية حدث أخيرا في شهر مايو استسلام النازيين الذي بدا لشهور قريبا جدا. يمكن لوضعي الاستراتيجيات الجوية الأمريكية الآن تكريس انتباههم كله لمهمة هزيمة إمبراطورية اليابان العاجلة، مهمة سيسهلها استخدام السلاح الأقصى. جلبت الحرب الدمار المطلق لألمانيا، البلد الذي بدأها، والموت لأكثر من 200,000 جندي جوي بريطاني وأمريكي. قتل ما يقدر ب 800,000 مدني ألماني بقصف الحلفاء، مما يضيف إلى ما يزيد عن 20 مليون قتيل مدني في أوروبا نتيجة الحرب. حين تذهب الديمقراطيات إلى الحرب وتجد نفسها في حروب شاملة، تضطر إلى التعامل مع مجموعة من الخيارات الأخلاقية التي تكون أحياناً صعبة جداً ومؤلمة. عانى قتال ألمانيا النازية في النهاية القتال بالقوة القصوى، عانى استغلال كل مورد متاح لنا. ولكن لأجل هزيمة هذا العدو اضطررنا لاتخاذ خيارات كانت في بعض النواحي يؤسف لها. لا يمكن السيطرة على الحروب. لا أحد يعرف كيف ولماذا تخرج عن السيطرة، لكنها تفعل. انظروا إلى بيان روزفلت الأول بشأن حرب نظيفة وعدم الرغبة في أن يقصف أحد الأطفال أو الأبرياء. أرى فكرة قتل واستهداف المدنيين غير أخلاقية، رغم أن أكثر عمل لا أخلاقي في الحرب العالمية الثانية كان ليكون سماح الحلفاء لأنفسهم بالخسارة.